لا سكر لا مقرونه لا طماطم، لعبت فيها السراق. انا مام في بوسيل مراه نتاع خميره ونتاع سكر وتسكر من عهد بن علي، علاش هذاك ما يخدمش؟ باكو حليب، باكو حليب، انا عندي معاق في الدار، باكو حليب ما فماش في الدار. علاش الماده الاساسيه تتبيع القهوه في الساشيات صغار؟ يعني لهنا فما بالونه. مدام شكون يقضي في الدار، انت ولا المسؤول؟ انا نقضي، نروح بالقفه فارغه. باهي، احنا باش نحكيو اليوم على قفه المواطن، نحكيو على بعض بون ما نقولوش بعض. مازال كان الخبز ما نحاوهوش ونحاوه، ديجا الخبز نحاوه ورا. تتذكر كنا ناخذوا باكيت ولا اثنين هكاهو، لا سكر لا مقرونه لا طماطم، لعبت فيها السراق، لعبت فيها تونس المافيا، تونس مسكينه ما توا ترجع. اما شاء الله حسيبهم رب العالمين، فما معاقين، فما مرضى، فما ناس برشا برشا. يجي الباتو نسمعوا به في الباتو معبي بالسكر، نمشي وما فماش، تاخذها الصحاب اللي عنده صحاب الشكاير الفلوس، ان شاء الله يلقاو قبورهم ثعابين، بجاه ربي عديو الكلمه هذه. انا حسب ما نشوف هذه كله موضوع ماهيش امور حكايه حكومه وماهيش حكايه شعب. الامور هذه تدخل في امور راس ماليه تونسيه اجنبيه، والعالم الكل يعرف مي جرأة ما فماش اللي ناس باش تحكي على الراس ماليه اللي هي بواسطة أجنبية وداخلة أمور غربية وكذا. نحبوا نعرفوا احنا علاش مش موجود السكر، واحنا عنا معمل في بيجا وعنا معمل في بوسيلم. على فكرة أنا نعرفه بيرسونيلمون، أنا معمل في بوسيلم راهو نتاع خميرة ونتاع سكر وتسكر من عهد بن علي، علاش هذاك ما يخدمش؟ وعلاش بوسيلم ما ترجعش تزرع اللفت السكري؟ وعلاش ما نوفروش احنا 10 مليون ولا 12 مليون ولا اللي هو في 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 احنا في دوله كلها فلاح، علاش ما نوفروش احنا المعيشه نتاعنا؟ شكون اللي 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 عرقل في الشعب؟ شكون اللي جوا في الشعب؟ وصلنا شفنا تصاور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عباد شد الصف في لي ماغازان بالاربع وخمسه سوايع باش يخو رطل بالبونيه، وما فماش باكو حليب، باكو حليب، انا عندي معاق في الدار، باكو حليب ما فماش في الدار، والله معاق، معناه يحب ياكل شويه حليب، امي مرا كبيره الحليب ما فماش، السكر ما فماش، نعطيهم في الماكله ماسه، نعطيهم في عود الحليب في الماء كيكه، احسبهم ربي ومش يمشيوا هذوما بربي وين؟ زعما ربي ماهوش يخزر لهم، رقيب وسميع وعليم بكل شيء، ان شاء الله يا رب العالمين انت معانا وتونس توا تنتصر. اما فما مافيا كبيره كبيره في تونس، احسبهم ربي احسبهم ربي احسبهم ربي، هذيك هي الدعوه اللي نحبها، والناس الكل يلزم يدعيوا يدعيوا الناس الكل بالمافيا هذه اللي في تونس، فما مافيا كبيره. واحد ياخذ باتو سكر، واحد ما يلقاش حتى 100 غرام، واحد ياخذ لك ما نعرفش كيفاه قضيه، فما ناس تقضي بالملايين اصحاب الاموال، وفما ما تقدرش على دينار. تونس هذه مسكينه، تونس غدروها باسم الدين، غدروها احسبهم رب العالمين. هذاك هو احنا سمعنا بعض اراء بعض الناس، فما شكون قالت لك انا نحيت الكوتي لاولادي جراء السكر؟ فما شكون قال لك انا ما عادش نعمل قهوه صباح جراء السكر؟ وانا نوجه ميساج للعائلات التونسيه الكل، نحب نقول لهم يزيو متفشفيش ويزيو من الكذب على رواحكم وفيقوا على رواحكم، راكم ياسر الدوله التونسيه ماشيه في الكذب، تكذبوا على رواحكم. انت عندك تخدم تعيش ب 30 دينار ما تعيشش ب 100 دينار، وارجع لقبل الماكلة الصحية، وارجع للنساء متاع قبل والعيشة متاع قبل، وخليها الحاجة اللي تغلى عليك خليها لهم يا أخي. سياسة المقاطعة يا أخي، عيش مع المقاطعة، الحاجة اللي تغلى نخليوها. مواد احنا نحكيو هوني على مواد أساسية ما ينجمش يعيش بلاش بها التونسي. أنت تنجم تعمر قفة التونسي من غير سكر، من غير قهوة، من غير حليب، من غير زيت؟ ما يسالش علاش المادة الأساسية تتبيع القهوة في الساشيات صغار، يعني لهنا فما بالونة، يعني لهنا فما رأسمالية. أنا حكيت على الرأسمالية، يعني شنو معناها السكر مش موجود للعائلات في العطريات وموجود في القهاوي لأصحاب المشاريع؟ شنو معناها هذه؟ يا اما يتفهوا في الشعب، يا اما الشعب تافه بطبيعته، يا اما نحكيو نوعا ما على الاحتكار هوني. احتكار نقطة استفهام كبيرة. الاحتكار هي الرأسمالية، الرأسمالية الدولة التونسية والرئاسة والداخلية والدفاع والناس الكل يعرفوا شنو معناها الرأسمالية، ويعرفوا شكون اللي يتحكموا في الأسواق،
ويعرفوا اللي يجي بابور البنزارة بسبعين ألف تورناتا وين يمشي. شنو معناه أنت عامل اتفاقية مع معمل مع إنسان مع ليبي مع ليبي في في بنزارة يخو هو السكر الكل يصدره هو بيحولك بالديفيز؟ شنو معناه يا أخي؟ راهي فما برشا عبيد يا سيد قيس عايد، راهي فما برشا ناس تفهم وتعرف وتعرف شنو هو فما وشنو ما فماش. يا أخي وفرونا، احنا لا طالبين السياسة ولا طالبين لا منصب ولا طالبين حتى شيء، طالبين احنا ناس بوسطة، الشعب التونسي كله خوات، ووقت الميحان الشعب التونسي كله ينغر على بعضه ويتحرك على بعضه. يا أخي رانا في النهاية مسلمين يا خويا، عطينا عايشنا وإذا شنو طالبين؟ وفرنا المواد الأساسية اللي هي متوفرة، نفهموا اللي فما ما ضغط، ودخلنا في القائمة السوداء ودخلنا في القائمة الحمراء، وما عادش عنا ما عادش عنا يعني معاملات مع الدول الغربية. وي 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 يا أخي علاش نوصلوا احنا للمعلم هوني؟ احنا فما شكون وصلنا سمعناه قال لك انا ما لقيتش باش نعمل قهوة الصباح. اي بالمجد بالحق والله العظيم انا منهم، عليها سمعنا انا منهم، ما فماش قهوة ما فماش حليب والله لا فما. فما بعض الاولياء يقول لك انا قطعت الجوتين تاع اولادي. اي ما فماش بالحق ما فماش، تبدا تفركس ما فماش. واه حاير، انا بداو حايرين في فطور الصباح. ها وصيفلين وصيفلتين وصيفلين تتحط تول وتتحط الدنيا وتتحط احسيبهم ربي ما ميساش. النهايه الكلمه فيا ما نبجه ربي لا تنحيها، باش ناخذوا قبر كل رئيس كل وزير كل بقير، فما قبر مترو اكثر شويه مترو تراب اكها وتطلع تهبط للسماء للوطا، فما مترو تراب باش ناخذوه. اما كل من غدر تونس ان شاء الله وربي يغزى ان شاء الله ربي يغدرها ان شاء الله، ذاك هي الدعوه. انا نوصل الميساج هذا للسيد قيس سعيد رئيس الدوله التونسيه. يا سيد رئيس الدوله التونسيه، احنا نعرفوا الشعب التونسي الكل اللي انت عندك السلطات الكل، علاش ما وليتش مع اون ديريكت مع الدوله التونسيه؟ يعني انت كي عندك تجيب سكر باش تجيب كذا، علاش تدخل في رجال اعمال؟ علاش الراسماليه تدخل؟ علاش الراسماليه تحكم في الدوله؟ هوني احنا وصلنا للوقت الشعب التونسي ما عادش حاجته بحتى شيء، غيان كو يعبي قفته ويشبع في كرشه. اذا كان انا باش نحكي بصراحه، هذا اللي حابوا يوصلونا ليه، اللي ما يلزمكش تشبع وتعمل ثورة، لازمك تجوع وما عادش تخمم في حد شيء، لازمك تخمم كان في ماكلتك. يا أخي الدنيا فيها موت، هذا شو نقول أنا، وكل إنسان مش تحاسب على فعله.